الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم المبارك من برنامج ألوان المرأة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها أنا صديقتكم ضمير، ألتقيكم مرة أخرى في برنامج ألوان المرح، نفرح ونمرح كالعادة، فكل يوم معلوماتنا في زيادة. ها نحن اليوم الثامن من رمضان، ولكن نحن في الحلقة الثانية السابعة من برنامجنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، حيث سنلتقي اليوم عند موعدنا المحدد، وسنتحدث عن موضوع هام ألا وهو النظافة. النظافة يا أصدقاء في كل شيء، النظافة في المنزل أو في المدرسة، نظف يدينا بالماء والصابون، نغسل ملابسنا قبل الأكل، نغسل المعالق والصحون، لا نلقي الأوراق على والأوساخ على الأرض أو في الشارع، نحافظ على نظافة الحدائق والمزارع، والنظافة تقضي على الجراثيم القبيحة، فلا تصيبنا الأمراض ولا يصيب جسمنا إلا القوة والصحة. فالنظافة لنا دائما عنوان، وفي كل مكان ننظف وجوهنا والأسنان، ونستخدم باستمرار، ونحافظ على نظافة الصف ونظافة الكتب ونظافة الثياب، نساعد أهلنا في تنظيف المنزل والحديقة. أصدقائي، نساعد أهلنا في تنظيف المنزل والحديقة ليصير الورود والأشجار لنا صديقة، فهي تحب النظافة مثلنا في كل ساعة ولحظة ودقيقة. والآن لأننا نحب التواصل معكم باستمرار، نذكركم بصفحتنا على الفيسبوك والتي ستظهر لكم الآن على الشاشة، وهي صفحة مسابقة ألوان المرح، لتتواصلوا معنا من كل مكان. ولا تنسوا رقم البرنامج 0900940405. والآن أصدقائي سنذهب إلى فاصل قصير ونعود، شاركونا وتابعونا ولكن بعد الفاصل. ألوان المرح مسابقة تملأ الدنيا فرح، يسعد الأحباب بدورة الدولاب، سمك نصطاد ولعبة أعداد، نفرح نمرح مع طفل المنطاد، Fun with English بالمرصاد، نتسوق معا صبح مساء، ونسأل دوما أين الماء، انتظرونا ستحبونا، وفي رمضان تابعونا. أحبائي، نذكر برقم البرنامج 0900404405، وأيضا صفحة الفيسبوك صفحة ألوان المرح. يا ترى هل يوجد اتصال؟ لقد أتى الاتصال. مرحبا. مرحبا. مرحبا صديقي أو صديقتي، أخفضي صوت التلفاز واسمعيني من الهاتف أو اسمعني من الهاتف. مرحبا. أهلا. أهلا، من معي؟ أنا ليث. ليث، كم عمرك يا ليث؟ 14 سنة. 14 عاما، من أين تحدثنا؟ من إربد. من إربد. إذا يا ليث، هل كيف الصيام معك؟ الحمد لله. الحمد لله. هل تشعر بالعطش والجوع؟ لا. لا، يا سلام، يبدو أنك تتحدى جيدا. هل أنت مستعد للتحدي والمسابقة؟ نعم. ولكن أخبرني أولا، ما رأيك بعنوان الحلقة النظافة؟ عنوان جميل جدا، وأنا أحب النظافة. أنت تحب النظافة، أنت رائع يا صديقي. نعم. لأن النظافة من الإيمان. من الإيمان، أحسنت. إذن هيا لنبدأ المسابقة، ولكن عليك أن تنادي على الدولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. من يشارك معك بالحلقة يا ليث؟
اختي. اختك. اوجه لها تحية، ما اسمها؟ غزل. غزل، اهلا بك يا غزل في مسابقة الوان المرح. ليث، يجب عليك ان تندهي الدولاب. نعم. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. ها قد أتى الدولاب. ماذا يا دولاب تخبئ لنا اليوم؟ إنه يخبئ. كم العدد وتسوق معنا؟ أولا يا ليث، هل أنت مستعد للمسابقة؟ نعم. نعم، بحماس؟ نعم. إذن هيا يا كمبيوتر. هيا يا ليث، عليك أن تسرع. كم العدد؟ كم العدد يا ليث؟ واحد. واحد. أحسنت. والآن كم العدد؟ ثلاثة. ثلاثة. والآن يا صديقي يا ليث، كم العدد؟ أسرع يا ليث. أربعة. 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 تبقى لك محاولتين، فعليك أن تسرع. أربعة. كم العدد؟ هيا هيا. ثلاثة. 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 والآن كم العدد؟ هيا هيا، الوقت نفذ. هيا. سبعة. سبعة. أحسنت. أحسنت يا صديقي. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. ليث، هل أنت مستعد للتسوق؟ نعم. نعم، عليك أن تحفظ اللائحة. هل أنت مستعد؟ نعم. إذن هيا يا كمبيوتر، ركز جيدا يا ليث. والآن يا ليث، هل حفظتها؟ ليث. نعم. ما الأشياء التي كانت في القائمة؟ أسرع. الطابة. الطابة. أحسنت، وماذا أيضا؟ الهاتف. الهاتف. أخطأت، ولكن حاول. هيا. البطة. البطة. تبقت لك محاولة واحدة فقط، سأساعدك. إنها الساعة. الساعة. أحسنت. والخرطوم. أخذنا الخرطوم يا صديقي، ماذا تبقى؟ الساعة. أخذنا الساعة أيضا، وماذا تبقى؟ العجل. العجل. السيارة. يا للأسف يا صديقي، لقد خسرت، ولكنك فزت في أول المسابقة. لذا هل أنت مستعد لاستلام الجائزة؟ نعم. هل أنت مستعد؟ نعم. أين حماسك لاستلام الجائزة؟ جائزتك قيمة يا ليث. ليث، جائزتك هي ساعة شامبينيو فرنسية بقيمة 200 دينار مقدمة من مجوهرات دمس. مبروك 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 مبروك. نادي صحبك ليهنوا. غني معي يا ليث. مبروك. والآن نستقبل اتصالا جديدا. مرحبا. 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 مرحبا، من معي؟ تسنيم. تسنيم. تسنيم، من أين تحدثين يا تسنيم؟ من الزرقاء. من الزرقاء. كيف الأجواء عندكم؟ جميلة. جميلة. يا تسنيم، كم عمرك؟ عشر سنوات. عشر سنوات.
إذا أنت تستطيعين المشاركة بالمسابقة بكل سهولة. نعم. إذا هلا للنادية على صديقنا الدولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. ماذا يا دولاب تخبئ لنا؟ هيا هيا. صياد السمك وفان وذ انجلش. تسنيم هل تحبين صيد السمك؟ نعم. نعم. إذا عليك اصطياد السمك بكل مهارة. وهيا يا صديقنا الكمبيوتر. 9 ضرب 3 كم العدد؟ 27. 27. أحسنتي. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. أحسنتي يا صديقتي. كيف مهارتك بالإنجليزي؟ ممتازة. ممتازة. إذن هيا لنبدأ. تسنيم أنت حصلت على الجائزة يا تسنيم، ولكن يجب عليك أن تلعبي المسابقة الثانية. هيا هيا يا كمبيوتر. أورانج تويز فود أو كلودس؟ فود. فود. أحسنتي. كار كلودس تويز أو فود؟ تويز. تويز. أحسنتي. هات كلودس فود أم تويز؟ هيا يا تسنيم. كلودس. أحسنتي. أحسنتي يا تسنيم، ولقد ربحت معنا الجائزة. تعرفين ما هي جائزتك؟ جائزتك هي ساعة ساعة بينك بانثر بقيمة 100 دينار مقدمة من مجوهرات دمشق، زائد كوبون ألعاب مقدم من جالاكسي بارك في جاليريا مول بقيمة 25 دينار. مبروك. مبروك 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 مبروك. نادي صاحبك ليهنوك. مبروك 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 مبروك. نادي صاحبك ليهنوك. والآن يا أصدقائي فاصل صغير ونعود لكم، انتظرونا. ألوان المرح مسابقة تملأ الدنيا فرح. يسعد الأحباب بدورة الدولاب. سمك نصطاد ولعبة أعداد. نفرح نمرح مع طفل المنطاد. Fun with English بالمرصاد. نتسوق معا صبح مساء. ونسأل دوما أين الماء؟ انتظرونا ستحبونا. وفي رمضان تابعونا. والآن يا أصدقاء أذكركم برقم البرنامج 0900-40405 في أي وقت اتصلوا بنا، ولا تنسوا صفحة الفيسبوك صفحة ألوان المرح، شاركونا في كل شيء. والآن أحبائي، دعا الإسلام إلى النظافة كالغسل وهو الاستحمام والوضوء للصلاة والسواك لتنظيف الأسنان، فجعل النظافة من الإيمان. فالمسلم عندما يقوم بهذا دائما فهذا يعني أنه سيظل من الأمراض سالما. سلمنا الله جميعا من شر الأمراض. والآن يا أصدقاء نستقبل اتصالات. مرحبا. ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. من معي؟ سيف.
سيف اهلا بك. سيف كم عمرك؟ 12 عاما. من اين تحدثنا يا سيف؟ من الاردن. من اين؟ من اي محافظة في الاردن؟ الطيبة. الطيبة. من الطيبة عمان. اذا يا سيف هل انت مستعد؟ سيف اخفض صوت التلفاز واسمعني من الهاتف فقط. نعم. سيف اذا لم تخفض صوت التلفاز لن استطيع ان ادخلك الى المسابقة. رجاء يا صديقي اخفض صوت التلفاز فقط. اسمعني من الهاتف. ماشي. اذا هل انت مستعد؟ مستعد. اذا انده بصوت مرتفع على الدولاب. نعم. هيا نادي على الدولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. ماذا تعتقد يا سيف يخبئ لك الدولاب؟ ماذا يا ترى؟ في سلتي وكم العدد؟ الله أعلم. سيف أنا قلت لك اسمعني من الهاتف فقط. يا صديقي ستخسر إذ لم تسمعني من الهاتف. أخفض صوت التلفاز. هيا خفض صوت التلفاز. إذن هيا لنبدأ المسابقة. هيا يا صديقنا الكمبيوتر أوجد المواد المصنعة من المعدن. هيا يا صديقي أوجد المواد المصنعة من المعدن. معلقة. 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 وماذا أيضا؟ شوكة. ما بالك يا صديقنا الكمبيوتر؟ شوكة. يبدو أن الكمبيوتر غاضب. لا تقلق يا صديقي. هيا عاود لنا يا صديقنا الكمبيوتر. هيا. نعم. هيا يا صديقنا الكمبيوتر. ها قد عاد. أوجد المواد المصنعة من المعدن مرة أخرى. هيا يا صديق. بسرعة يا سيف الوقت. المعلقة والشوكة. المعلقة والشوكة. معلقة وشوكة. يبدو أن النحلة لا تستطيع أن تمسك الشوكة. تنجرة. تنجرة. ضلة القهوة. والقهوة. معلقة. ومعلقة. أحسنت يا صديقي. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. أحسنت يا صديقي أنت ربحت، ولكن عليك أن تدخل في المسابقة الثانية. هل أنت مستعد؟ نعم. أين الحماس؟ نعم. كم العدد؟ هيا يا صديقنا الكمبيوتر. نعم. إن لم تعرف لن أعطيك الجائزة. هل أنت مستعد؟ يس. إذن هيا. نعم. كم العدد؟ كم العدد؟ ثلاث. 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 وهذا العدد يا صديقي؟ ثلاث. هذا العدد؟ أربعة. 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 وهذا العدد؟ أربعة. وهذا العدد؟ ستة. ستة. وهذا العدد؟ هيا خمسة. تبقى لك واحدة واحذر من الوقت. خمسة. والآن ستة يا صديقي. ستة. أحسنت يا صديقي والآن لك جائزة، ولكن قل لي بصوت مرتفع ألوان المراح.
ألوان المرح. وجائزتك هي ألوان المرح. كوبون ألعاب فيديو عدد 2 قيمة الكوبون الواحد 20 دينار مقدم من شركة مشن أوتاك، زائد سكوتر عدد 1 بقيمة 12 دينار مقدم من شركة الزاخر للتجارة. مبروك 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 مبروك، نادي صاحبك ليهنوك. مبروك 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 مبروك، نادي صاحبك ليهنوك. مبروك يا سيف. هل يوجد اتصال يا ترى؟ ها قد أتى الاتصال. مرحبا. أهلا. مرحبا. أهلا. من معي؟ تالا. تالا أهلا بك يا تالا، كم عمرك؟ 7 سنين. 7 سنوات. من أين تحدثينا يا تالا؟ من الصيحة. من؟ من الصيحة. من عمان؟ من عمان. إذن يا تالا هل أنت صائمة؟ تالا أجل. هل تسمعينني؟ أجل. أجل يا سلام، هل صمتي صف العصفورة؟ أم صمتي صف ماذا؟ صوم عادي. صوم الكبار. أحسنتي. إذن سأدخلك إلى المسابقة بسرعة، ولكن انتهي إلى صديقنا الدولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. يا ترى يا دولاب ماذا تخبئ لصديقتنا تالا؟ هيا هيا يخبئ لنا الدولاب. أين الماء وكم العدد؟ والآن يا صديقتي هل تعرفين ما قواعد لعبة أين الماء؟ نعم. نعم إذن هيا بنا. هيا يا صديقنا الكمبيوتر، الآن عليك أن تضع الأنبوب المناسب في اللون المناسب من المربعات لكي تصل الماء إلى الولد. حسنا. واحد على النادي. واحد. لن نهدي. خطأ يا صديقتي، هيا حاولي. الواحد على النادي. خطأ خطأ، حاولي. هيا الأخضر. أربعة الأخضر. صديقتي أربعة على اللون البنفسجي. هيا أكملي. أربعة على اللون البنفسجي. واحد بسرعة يا صديقتي. ثلاثة على اللون الأبيض. هيا هيا. واثنان يا صديقتي. ثلاثة على الأبيض والاثنان على الأصفر. أحسنت يا صديقتي، أنت فزتي. والآن هيا للمسابقة الثانية وهي آخر فرصة. ركزي جيدا يا صديقتي. حسنا حسنا. هل أنت مستعدة يا تالا؟ أجل. أين حماسك يا تالا؟ أجل أجل. هيا الآن كم العدد يا صديقتي؟ عليك أن تعرفي كم العدد. هيا. ثلاثة. والآن هيا. اثنان. هيا وما هذا الرقم؟ هيا هيا. أربعة. أحسنتي. والآن هيا هيا عدي على أصابع. سبعة. تبقى لك محاولة واحدة. هيا. سبعة. ثلاثة. أحسنت يا صديقتي. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. غني معي يا صديقتي. هذا هو الحل الصحيح.
لعبتي يا فصيح. مبروك يا صديقتي، أكمل الأغنية. هيا هيا، هذا هو الحل الصحيح. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي يا فصيح. يا صديقتي، وفعلا أنت ذكية. والآن ستفوزين معنا بكيبون ألعاب عدد 2 مقدم من ميشن أوتاك زائد سكوتر عدد 1 بقيمة 12 دينار مقدم من شركة الزاخر للتجارة زائد كيبون ألعاب مقدم من جالاكسي بارك في جاليريا مول بقيمة 25 دينار. مبروك 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 مبروك. نادي صح بك ليهنوك. مبروك 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 مبروك. نادي صح بك ليهنوك. والآن يا أصدقائي، رقم البرنامج هو 0900-404-05. ولا تنسوا صفحة الفيسبوك، صفحة ألوان المرح. والآن يا أصدقائي سنذهب إلى فاصل قصير ونعود، انتظرونا. في البداية والختام. أصدقائي الأعزاء، الناس تحب الإنسان النظيف، فهذا يعني أنه مؤدب ولطيف. فإذا أردت السلام فلا تلقي على الأرض القمامة، فكلما حافظت على النظافة يدل هذا على العلم والثقافة. اتفقنا أصدقائي؟ هل يوجد لدينا اتصالات؟ وها قد جاءت الاتصالات. مرحبا مرحبا. أنا من معي؟ أنا اسمي رنا سليمان. كم عمرك يا رنا؟ عمري 10 سنين. 10 سنوات. رنا صديقتي، أخفضي صوت التلفاز تماما. ها رنا، سأسألك سؤالا. نعم. هل تنظفين المنزل مع أمك؟ نعم. نعم، أنت رائعة. ماذا تنصحين الأصدقاء؟ إن النظافة من الإيمان. يا سلام، إن النظافة من الإيمان. وماذا أيضا؟ يساعد الناس. يساعد الناس؟ يكب على الأرض. بماذا يساعد الناس النظافة؟ يعني لما يكبوا على الأرض يعني يشلوه. أحسنتي يا صديقتي، أحسنتي. ألا يلقوا الأوساخ في الشارع، إنها نصيحة قيمة وأتمنى أن يفعلوها الأصدقاء. والآن ما رأيك أن ننادي الدولاب؟ هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. يا دولاب. يا دولاب، أين أنت؟ هيا يا دولاب. قد أتى الدولاب. وما يخبئ لنا الدولاب؟ فان ويز انجلش وطفل المنطاد. والآن يا صديقتي، هل أنت مستعدة؟ نعم. كيف يكون معك اللغة الإنجليزية؟ هل هي جيدة؟ جيدة. جيدة، إذن فلنبدأ. هيا يا صديقنا الكمبيوتر. ماوث هي من التويز لوديس بادي بيرست. الحمراء. لا يا صديقتي، خطأ. أزرق. الماوث من بادي بيرست، أحسنتي. الصفراء. والآن يا صديقي، الفوتبول هو تويز أو كلوديس أو بادي بيرست؟ هيا الوقت.
الحمراء الحمراء. تويز أحسنتي. والآن سوك هو تويز. كلودس بادي بيرز. أسرعي. كلودس أحسنتي. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. أحسنتي يا صديقتي. رنا، هل أنت مستعدة لإنقاذ الطفل من القرش؟ نعم. إذن أنت حصلت على جائزة يا رنا، ولكن هناك طفل يريدك أن تنقذيه. حسنًا؟ نعم. هل أنت جاهزة؟ حسنًا. نعم. إذن هيا يا صديقنا الكمبيوتر، عاصمة تونس هي، ما هي عاصمة تونس؟ تبدأ بحرف التاء. تونس. تونس. أحسنتي وأنقذت الطفلة من القرش يا صديقتي. والآن جائزتك هي كوبون ألعاب عدد 2 مقدم من ميشن أوتاك، زائد سكوتر عدد 1 بقيمة 12 دينار مقدم من شركة الزاخر للتجارة، زائد كوبون ألعاب مقدم من جالاكسي بارك في جاليريا مول بقيمة 25 دينار. مبروك. مبروك 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 مبروك. نادي صحبك ليهنوك. مبروك 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 مبروك. نادي صحبك ليهنوك. مبروك يا صديقتي. هل يوجد اتصالات؟ إذن لنقرأ بينة. والآن أحبائي، نظافة المكان تدل على نظافة الإنسان، فالمدرسة النظيفة تعني أن الطلاب نظيفون، والمنزل النظيف يعني أن أهله نظيفون أيضا، فالمكان يدل على صفة الإنسان، فلنحرص دوما أن نعكس عن أنفسنا أجمل صورة وأجمل عنوان. حسنا، ونأخذ اتصال. مرحبا. مرحبا. اهلا. من معي؟ محمد. محمد. محمد عياصرة. اهلا بك يا محمد. محمد كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. محمد انت صائم اليس كذلك؟ نعم. اتقدم لاصدقائنا نصيحة عن النظافة؟ ان يحافظوا على النظافة. المحافظة على النظافة. احسن. أنا ما اسم محمد علي، اسم محمد كاظم عياصرة. محمد كاظم. نعم. حسناً يا محمد. محمد، ماذا تنصح الأصدقاء الذين يرمون القمامة في الشارع؟ أن يرموها في سلات النفايات للمحافظة على النظافة. أحسنت يا صديقي. إذن محمد، هل أنت مستعد للعب؟ نعم. إذن هيا، عنده صديقنا الدولاب. دور يا دولاب. دور يا دولاب. هيا يا دولاب. هيا يا دولاب. دور يا دولاب. دور. هيا هيا. هيا. تسوق معنا وصياد السمك. إذن هل أنت مستعد؟ محمد. محمد صديقي. نعم. عليك أن تركز معي، تسمعني من الهاتف فقط. هل أنت مستعد؟ نعم. نعم. محمد، أريد اسمك الثلاثي. اسمي محمد عياصرة. محمد كاظم عياصرة. نعم. نعم يا صديقي. إذن هل أنت مستعد للعب؟ نعم. إذن هيا لنبدأها يا صديقنا الكمبيوتر. الآن عليك أن تحفظ القائمة جيدا يا صديقي. نعم. هيا أظهر لي القائمة. احفظها جيدا. نعم. المكعبات، الدجاج، البرتقال. إذن هيا
لنشتري مكان في اللائحة. هيا. الدجاجة. الدجاجة، أحسن. والساندويش. الساندويش. وماذا أيضا؟ والجبنة. وجبنة. الجبنة. وماذا أيضا؟ والبرتقال. والبرتقال. هيا هيا. والمكعبات. والمكعبات، أحسن. والآن يا صديقي عليك أن تدفع 87 دينار وخمسة قروش. كيف ندفعهم؟ بسرعة بسرعة. 50 دينار. 20. وعشرون. و 50. وعشرة. وعشرة. وخمسة. وخمسة قروش. وخمسة قروش، أحسنت يا صديقي. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. مبروك يا صديقي، والآن جائزتك هي. إذن هيا للمسابقة الثانية، هل أنت مستعد؟ نعم، ولكن بسرعة. هيا يا كمبيوتر. هيا. 8 × 9 كم تساوي يا محمد؟ 72. 72، أحسنت. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح. والآن يا محمد سأقول لك ما هي الجائزة، ولكن حين أغني مرة أخرى ستغني معي، حسنا؟ ماشي. وجائزتك هي كوبون ألعاب عدد 2 مقدم من ميشن أوتاك زائد سكوتر عدد 1 بقيمة 12 دينارا مقدم من شركة الزاخر للتجارة. يا سلام. هيا غني معي. مبروك نادي صاحبك ليهنوك. أحسنت يا محمد، ما هذا الصوت الرائع. إذن يا أصدقائي، وفي نهاية برنامجنا لهذا اليوم سعدت بلقائكم وفرحت برفقتكم، وأرجو أن تكونوا أنتم أيضا كذلك. الآن يا أصدقائي لا تنسوا رقم البرنامج 0900-400-405 وصفحة الفيسبوك أيضا صفحة ألوان المرح. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، فلا تنسوا الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم صديقتكم ضمير.